وادينا كلنا شفنا كميه الكوميكس على القتل والجرايم اللي بتحصل في المسلسل بشكل ساخر، والموضوع بقى ترند ضحك مع كل الناس لدرجه انك تحس انه عادي بقى يبقى فيه سفاح، ايه المشكله يعني؟ وفي اراء بتقول كمان ان هيبقى فيه انعدام ثقه بين الناس وتخيلهم ان كل اللي حواليهم ممكن يبقوا زي السفاح، ده غير الرهبه كمان اللي هتحصل بين الناس وبعضها والحبكه الدراميه اللي كانت بتاكد لك قد ايه سفاح الجيزه ده شخص سوي بين كل الناس واصحابه، فايه المشكله يعني لما واحد صاحبك يطلع مجرم وانت مش واخد بالك؟ ده غير طبعا تصويرهم للسفاح على انه راجل متدين وعارف ربنا وكمان حاطط نغمه دينيه على موبايله، ده غير اخر 4 حلقات من المسلسل المكون من 8 حلقات يكونوا حشو، واخر حلقتين بالذات ما كانوش اكتر من تفسير للي حصل في الحلقات اللي فاتت، يعني بيفسر المتفسر اللي كل الجمهور كان عارفه ومتوقعه، ده غير كمان النهايه العاديه اللي انتهى بيها المسلسل كانت اكبر صدمه على الجمهور وعليا انا شخصيا، تحس ان الموضوع فجاه قلب استسهال، وناس تانية كانت شايفه ان الموضوع ما كانش المفروض يتعمل له اصلا مسلسل، وكان في ناس رايها ان احنا نموت البطل